الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله العلي العظيم. في ليلة المبيت حيث بات مولانا أمير المؤمنين في فراش النبي صلى الله عليه وآله، الله سبحانه وتعالى باها به جبرائيل وميكائيل، المباهات هذه القضية طبعا وردت في روايات عديدة في مصادر الشيعة ومصادر غير الشيعة، لماذا هذه المباهات؟ هذه المباهات من جملة فوائدها أن يزداد جبرائيل وميكائيل معرفة بفضل الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لا شك فائدة عظيمة، أساس حياة الملائكة وحياة الجن وحياة البشر المعرفة. ولكن هل هذا هو السبب الوحيد في هذه المباهات؟ كلا، المباهات لها فوائد عديدة
من أهم فوائد المباهاة تسديد، تشجيع، تشويق جبرائيل وميكائيل على أداء أعمالهما واجباتهما بصورة أفضل. أساساً المباهاة إذا خلت من الحسد، أحياناً المباهاة تثير الحسد. إذا طبعاً جبرائيل وميكائيل لا مجال للحسد فيهما، واضح. المباهاة إذا خلت من الحسد تشجع، تدعم، تسند، تشوق. السلام عليكم. بعض الناس يتصور أن الملائكة كالماكينة، لا تحتاج إلى دعم، لا تحتاج إلى إسناد، إلى تشويق. كلا، الملائكة بحاجة إلى دعم روحي، بحاجة إلى تقوية، بحاجة إلى تشجيع. بمرتبة عالية المباهاة مشجعة. من أهم فوائد المباهاة تقوية جبرائيل، تقوية ميكائيل على أداء واجباتهما. يحتاجان إلى تقوية، نعم، يحتاجان إلى تشجيع. الشعائر الحسينية المقدسة بحبوحتها في أيام عاشوراء، هذا واضح، وتستمر في كل أيام السنة. هناك أمور، هناك بحوث فيما يرتبط بالشعائر الحسينية أحيانا تطرح من قبل المفكرين، من قبل العلماء، من قبل الخطباء. ما هو الثواب هذه الشعائر الحسينية؟ بحث يطرح أحيانا. ما هو حكم الشعائر الحسينية؟ هل هو الوجوب العيني أو الوجوب الكفائي أو الاستحباب المؤكد؟ بحث يطرح أحيانا. ما هي فوائد الشعائر الحسينية في صحة الإنسان؟ أحيانا يطرح هذا البحث. هذه أمور قد تطرح، لا أقول تطرح بالمقدار الكافي أبدا، الحديث عن الشعائر الحسينية أقل من المقدار الضروري بكثير، ولكن هذه الأمور قد تطرح، أحيانا تبحث. لكن هناك سؤال، قلما يطرح هذا السؤال، قلما يطرح هذا البحث، وهو ما هي نقطة التركيز في الشعائر الحسينية؟ أطرح السؤال بصورة أخرى، كيف نؤدي الشعائر الحسينية؟ أغير التعبير، ما هو الهدف الأساسي من الشعائر الحسينية؟ عبر ما شئت. هذا الموضوع قل ما يطرح. لعلي أقول نادرا ما يطرح. نقطة التركيز في الشعائر الحسينية أين؟ كيف نؤديها؟ خذ شعيرة حسينية مقدسة، خذ البكاء على سيد الشهداء، خذ الزيارة، أي شعيرة من الشعائر الحسينية. كيف نؤدي هذه الشعيرة؟ كيف أبكي على سيد الشهداء؟ كيف أزور الإمام الحسين؟ كيف أزور الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام؟ كيف ألطم على سيد الشهداء؟ أو أي شعيرة أخرى.
الشعائر الحسينية المقدسة لها أبعاد كثيرة، كل بعد من أبعاد الشعائر الحسينية نقطة التركيز فيه يختلف عن نقطة التركيز في بعد آخر من أبعاد الشعائر الحسينية. شعيرة واحدة لها أبعاد، تنظر إلى هذه الشعيرة من زوايا مختلفة، من كل زاوية عندما تنظر إلى هذه الشعيرة نقطة التركيز فيها تختلف عن نقطة التركيز في نفس الشعيرة إذا نظرت إليها من زاوية ثانية. إخواني دققوا، التفتوا إلى هذه النقاط. أنا أذكر لكم ثلاث نقاط من جملة أبعاد الشعائر الحسينية، أبعاد كثيرة، ثلاثة أبعاد. البعد الأول، البعد الملكي للشعائر الحسينية المقدسة، أو قل البعد الملائكي للشعائر الحسينية. الشعائر الحسينية لها بعد مرتبط بالملائكة، نعم. ورد في الأحاديث الشريفة أن الله سبحانه وتعالى يباهي بزوار قبر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ملائكته المقربين. الذي يؤدي شعيرة حسينية الله يباهي به الملائكة. بالنسبة للمباهات على جبرائيل وميكائيل، أنا ما وجدت مباهات على جبرائيل وميكائيل من قبل الله عز وجل إلا في قضية أمير المؤمنين، في غير هذه القضية أنا ما وجدت، لعله يكون موجودا. ولكن المباهات على سائر الملائكة، الذي يؤدي شعيرة حسينية الله عز وجل يباهي به، يباهي به. ما هي فائدة المباهات؟ قلنا قبل قليل إحدى فوائد المباهات تقوية ذلك الملك أو تلك الملائكة. يعني ملائكة الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يقويهم، يشجعهم، يشوقهم، يدعمهم روحيا عندما أنت تزور الإمام الحسين، عندما أنت تؤدي شعيرة حسينية مقدسة. يعني عملك له أثر في عالم الملائكة. هذا بعد، زاوية من زوايا الشعائر الحسينية، قد تنظر إلى الشعائر الحسينية من منظار تأثيرها على الملائكة، الشعيرة التي تؤديها أنت المؤمن. هذه الشعيرة تؤثر في عالم الملائكة إسنادا، تقوية، تشجيعا، تشويقا. هذا البعد نقطة التركيز فيه ما هي؟ الملائكة لها شيء من الاطلاع، لا أقول اطلاعا كاملا، لها شيء من الاطلاع على نيات الناس. في هذا البعد من أبعاد الشعائر الحسينية، كلما كانت النية بدرجة أعلى من الخلوص تأثير هذا العمل في عالم الملائكة أكبر. الخلوص موجود ولله الحمد، لا أقول في بعض الشعائر الحسينية في كلها، لا أقول لبعض المؤمنين، لكلهم. إذا أردنا أن نحتاط كثيراً 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 نقول لعله في أقل من واحد بالألف منهم هذه القضية غير موجودة. في أكثر من 99% من الشعائر الحسينية التي تؤدى من قبل المؤمنين الخلوص موجود. كل المؤمنين
في كل الشعائر الحسينية. طبعا بين قوسين أقول الشعائر الحسينية كثيرة جدا، البعض يتصور الشعائر الحسينية معدودة 10-20، لا الشعائر الحسينية كثيرة جدا بالمئات. بعض الشعائر الحسينية تؤدى في بعض البلاد، في بعض المناطق، في بعض المجتمعات، لا تؤدى في بقية المجتمعات، هذه من الشعائر الحسينية. ما نعرفه من الشعائر الحسينية 20-30-50 مثلا، الشعائر الحسينية كثيرة جدا. كل الشعائر الحسينية التي تؤدى فيها أخلاص، هناك تحليل لهذه القضية التي أقولها، لا أريد أن أدخل في هذا التحليل. إجمالا الإخلاص موجود، إنما درجة الإخلاص تختلف. الإخلاص درجات كثيرة، أنت تؤدي شعيرة حسينية مقدسة تلطم على صدرك في الدرجة الأولى من الإخلاص، عظيم. ولكن الإخلاص فيه درجة ثانية وثالثة وألف ومليون وأكثر، درجات الإخلاص كثيرة جدا. كلما كانت بدرجة أعلى تأثير هذا العمل الحسيني، هذه الشعيرة الحسينية في عالم الملائكة أقوى. تشجيع، أنت عندما ترى عملا عظيما تتشجع، إذا رأيت عملا أعظم من ذلك تتشجع أكثر، شيء طبيعي. هذه الزيارة الأربعينية، هذا المنظر الفريد، هذه الصورة الرائعة ولا أروع منها، هذا العمل الكبير ولا أكبر منه، هذا شيء الاستثنائي. الذي رأى، الذي ذهب إلى زيارة الإمام سيد الشهداء في أيام الأربعين يعرف ما أقول، لا أروع منها. هذا العجيج، هذا الضجيج، هذا الشعائر الحسينية العديدة التي تؤدى، هذه الخدمات الحسينية التي تؤدى، أي أثر تترك في عالم الملائكة؟ الله العالم. زيارة الأربعين كم تترك طاقة إيجابية في عالم الملائكة؟ الله العالم. هذه أعمالكم، أعمال المؤمنين في هذه الكرة الأرضية الصغيرة، آثارها في عالم الملائكة كم هو كبير؟ الله العالم. ذاك التفاني، ذلك الإيثار، ذلك الخلوص بتلك الدرجات العالية، هذا الضجيج العجيب، هذه الحالة العجيبة، الماشي إلى زيارة سيد الشهداء مئات الكيلومترات من قبل شخص، شخصين، لا من قبل ملايين، ملايين لا آلاف. ولكن إخواني، خصوصا الذي يكون في أيام زيارة الأربعين هناك، إما يخدم، إما يمشي، إما يزور، يؤدي شيئا في هذه الزيارة العظيمة الرائعة، الإخلاص موجود قطعا ويقينا، لا شك في ذلك. إنما أنت في درجة من الإخلاص، الإنسان يرتقي، خصوصا الذي ذهب مرة سابقة وهذه مرة تالية، لا تكون في هذه المرة مثل المرة السابقة في نفس درجة الإخلاص، الإنسان يرتقي بإخلاصه، عمله هذا يترك أثرا كبيرا كلما ازددت إخلاصا. هذا البعد الأول، البعد الملكي أو الملائكي، عبر ما شئت. القاعدة تقتضي أن نقول البعد الملكي، يعني البعد المرتبط بالملائكة فيما يرتبط بالشعائر الحسينية المقدسة. نقطة التركيز في هذا البعد الإخلاص. البعد الثاني، البعد الشخصي، تأثير الشعائر الحسينية المقدسة على الشخص نفسه الذي يقوم بالشعيرة الحسينية، هذا طبعا من أبده البديهيات، من أوضح الواضحات، آثار وآثار، لعلها بالعشرات، لا حتما بالعشرات، أقول لعلها بالمئات، الآثار التي تتركها الشعائر الحسينية على الشخص نفسه الذي يقوم بشعيرة حسينية، آثار كبيرة. من جملة الآثار، من أهمها،
أساس حياة الإنسان المؤمن ما هو؟ دينه واضح. وهل الدين إلا الحب؟ قيمة المؤمن بحبه للإمام الحسين، بحبه لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. كل الشعائر الحسينية بلا استثناء، أي شعيرة حسينية، تترك قطعا ويقينا بلا شك وشبهة، تترك أثرا في هذا البعد، في حب الإنسان للإمام الحسين. درجة حب الإنسان لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في أي درجة هذا الحب؟ أي عمل حسيني تقوم به يزيدك حبا لسيد الشهداء، لعله هذا من أوضح الواضحات أيضا. أي عمل حسيني، إحدى أبعاد قيمة هذه الشعائر الحسينية زيادة حبك للمولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. هذا من البعد الثاني، من البعد الشخصي، من آثار الشعائر الحسينية المقدسة على النفس، على الشخص نفسه، من الآثار العظيمة. طبعا نقطة التركيز في هذه في هذا البعد ما هي؟ نقطة التركيز الشدة، القوة. كلما يكون العمل أقوى أشد، يكون تأثيره في زيادة حبك لسيد الشهداء أكبر. يعني ماذا؟ يعني أنت تبكي على المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بكاء عادية، هذا البكاء يؤثر قطعا، يزيدك حبا لسيد الشهداء. إذا بكيت بصراخ، بصوت عال، البكاء الشديد القوي يزيدك حبا لسيد الشهداء أكثر من البكاء العادي. الذي يبكي ويلطم على صدره، اللطم يزيد، اللطم تأثيره في ازدياد حبك لسيد الشهداء أكثر من البكاء. التطبير العادي تأثيره في ازدياد حب سيد الشهداء في قلبك أكثر من اللطم. التطبير الشديد تأثيره أكثر من التطبير العادي، وهكذا. كلما كان العمل أقوى، الأثر الذي يتركه في قلبك يزيد حبك لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام يكون أقوى. والقضية جربوها، لماذا الأفراد الذي يمارسون شعائر حسينية شديدة لا يصابون بالانحراف عن أهل البيت أبدا؟ لو انطبقت السماء على الأرض لا ينحرف عن أهل البيت، الحب يتعمق. البعد الثاني، البعد الشخصي للشعائر الحسينية، نقطة التركيز في هذا البعد ما هي؟ العمل الأقوى الأشد. هذا البعد الثاني. البعد الثالث، البعد الغيري، تأثير الشعائر الحسينية المقدسة التي تقوم بها أنت في الآخرين. أصله واضح أيضا، بديهي. عندما تبكي على سيد الشهداء أمام شخص يتأثر، أثرا صغيرا أم أثرا كبيرا يتأثر حتما. عندما تلطم على صدرك، عندما تذهب إلى زيارة المولى سيد الشهداء أمام شخص ثاني، شخص آخر يراك يتأثر، شاء أم أبا. القضية واضح. هذا البعد بعد آخر من أبعاد. طبعا عندما نقول أبعاد مختلفة نحن نركز على كل هذه الأبعاد، ولكن نقطة التركيز تختلف. يعني عندما يؤدي الإنسان المؤمن شعيرة حسينية ينظر إلى البعد الأول، ينظر إلى البعد الثاني، ينظر إلى البعد الثالث وأبعاد أخرى. ولكن تريد أن يكون عملك أقوى، أكبر تأثيرا، اذهب إلى نقطة التركيز، ركز عليها. البعد الغيري، تأثير الشعائر الحسينية التي تقوم بها على الآخرين. على الآخر يعني من؟ يعني على الشيعة الآخرين، على غير الشيعة من طوائف المسلمين، على غير المسلمين من الكفار. نقطة التركيز في هذا البعد ما هي؟ اختيار الشيء
المناسب الأكثر تأثيرا، كلها مؤثرة، الأكثر تأثيرا في الآخرين. وهذا يختلف. مرة أنت تنظر إلى تأثير عملك على شخص شيعي، مرة تنظر إلى تأثير هذه الشعيرة الحسينية على شخص غير شيعي مسلم من طوائف المسلمين، مرة تنظر إلى تأثير الشعائر الحسينية على شخص كافر، القضية تختلف، الانتخاب يختلف، الاختيار يختلف. يعني ماذا؟ يعني أنت فرضا أنت خطيب تريد أن تذكر مصيبة من مصائب سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء للناس، مرة أنت تتحدث لأطفال يلزم أن تختار مصيبة معينة، مرة تتحدث لأشبال يلزم أن تختار مصيبة ثانية، مرة تتحدث لنساء، مرة تتحدث لرجال، مرة تتحدث لمؤمنين، مرة تتحدث لكفار. في تأليف الكتاب، في أي شيء، أي شيء تريد أن يؤثر في الآخرين، التأثير في الآخرين يختلف. البعض يتأثر من قضية جون في يوم عاشوراء أكثر من بقية القضايا، البعض يتأثر من قضية علي الأكبر سلام الله عليه، البعض يتأثر من قضية أبي الفاضل سلام الله عليه، القضية تختلف. الاختيار يلزم أن يكون مناسبا للشيء الذي تريد أن تصل إليه. أنت تؤلف كتابا فيما يرتبط بالمولى سيد الشهداء، في أحد أصحاب الإمام الحسين، في جانب من جوانب عاشوراء، فيما يرتبط بالشعائر الحسينية، في أي جانب حسيني، الذي يقرأ هذا الكتاب، هذا الكتاب أساسا موجه إلى من؟ إلى هؤلاء القراء، هؤلاء القراء الذين تتحدث معهم عبر هذه الكتابة. من هم؟ اختار لهم كلمات مناسبة، اختار لهم قضايا مناسبة، زوايا مناسبة. تتحدث مع فقهاء، اختار لهم الشيء المناسب للفقهاء. تتحدث مع عامة الناس، اختار الشيء المناسب لهم. القضية واضحة يبدو، كبرويا واضحة، إنما الكلام في وضع النقاط على الحروف. أنت عندك قناة فضائية تريد أن تبث مقاطع من شعيرة التطبير، يلزم أن تختار المقاطع الأكثر تأثيرا، تريد أن تؤثر في الآخرين، قناة فضائية يعني تأثير في الآخرين، يعني تتحدث مع الآخرين بهذه الصور بهذه المقاطع، يلزم أن تختار اللقطات الأكثر تأثيرا من التطبير على الناس. كمثال أقول، كمثال لقطات تطبير الأطفال مؤثرة في الناس غاية التأثير، خصوصا اللقطات التي تكون مرتبطة بتطبير الرضع، روعة ما أروعها، كبيرة التأثير جدا. لماذا؟ لأن هذا العمل تطبير الرضع يذكر نوع تذكير بقضية الرضيع سلام الله عليه، وهذه القضية طبعا أين هذا التطبير وأين قضية الرضيع سلام الله عليه؟ لا مقارنة بينهما، تلك فاجعة حقيقية. هذا تصوير قريب من جهة العين، قريب من تلك الفاجعة. وقضية الرضيع سلام الله عليه تؤثر في كل البشر، شخص من البشر لا يتأثر بقتل الرضيع، لا يمكن، مهما كان القلب قاسيا، مهما كانت النفس سوداء والقلب أسود، قتل رضيع لا يهضم، فاجعة، فاجعة بكل الموازين. تطبير الرضع يذكر بهذه المصيبة المؤثرة في كل البشر. هذه اللقطة حتما وحتما مؤثرة، تترك أثرا كبيرا جدا، تطبير الرضع عظيم جدا.
بقية الأطفال، لعل بقية الأطفال تطبيرهم ليس بذلك التأثير كتطبير الرضاع، ولكن أيضا الأطفال، تطبير الأطفال عجيب التأثير في الآخرين، ليكن كافرا، ليكن مسلما، ليكن مؤمنا شيعيا، طفل الدماء جارية على أطراف وجهه، المنظر مؤثر قطعا ويقينا. كنا نعيش قبل سنوات بجوار مرقد السيدة زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. كانت مواكب التطبير آنذاك تخرج من الحوزة العلمية الزينبية المباركة باتجاه الحرم الشريف. الناس بعضهم يشترك، بعضهم يقف ينظر، رجال نساء كبار صغار. في كثير من بلاد المسلمين إلى الآن، وللأسف الشديد هذا يدل على الانحطاط الثقافي لكثير من المسلمين، في كثير من بلاد المسلمين إلى الآن يوم عاشوراء يعبرون عنه بعيد عاشوراء إلى الآن. طبعا أكثرهم لا يعرف ما هو سر هذا العيد، ولكن الذي سمعه من أبواق بني أمية الموجودة إلى يوم إلى يومنا هذا عيد عاشوراء. نحن حدث لنا مرارا وتكرارا، خصوصا عندما كنا بجوار السيدة سلام الله عليها، كنا نلتقي كثيرا بهؤلاء البعيدين عن الأجواء. تقول له أنت سمعت عن عاشوراء؟ يقول نعم عيد عاشوراء. تقول له عيد عاشوراء ما هو؟ لا يعرف. يقول لا أعلم، ولكن أعرف أنه يوم عيد. والعياذ بالله، أصعب يوم على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله عيد عند المسلمين. فاجعة، انحطاط ثقافي غريب في المسلمين. الناس كانوا طرفي موكب التطبير أو مواكب التطبير واقفون، كانوا واقفين طرفي المواكب، رجال نساء. مجموعة من الشباب كانوا، طبعا في يوم عاشوراء كان الإنسان يرى كثيرا من الناس بملبس أنيق جدا، ملبس عيد. كان هناك مجموعة من الشباب من مظهرهم يبدو وضعهم، كانوا قد لبسوا ملابس نظيفة جدا جديدة أنيقة، في يوم عيد عندهم يرون مواكب تطبير، شيء غريب، مظهر غريب، أثار التساؤل عندهم. صاروا يسألون من هؤلاء المطبرين ما القضية. طبعا إخواننا شرحوا لهم بعض الشرح خلال دقائق، أن هذا اليوم يوم استشهاد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، سبط النبي صلى الله عليه وآله، يوم فاجعة هذا اليوم. تأثروا. أحد السادة، أحد رجال الدين السادة، هو طبر، كان معه ابنه، لعله كان ثنائيا أو ثلاثيا في الثانية أو الثالثة من عمره تقريبا، طفل صغير. طبر للطفل، اتفاقا الدماء جرت على أطراف وجه الطفل، حمل الطفل وصار يمشي. الأب طبعا كان يطبر، لكن الطفل كان محمولا على صدره ويمشي في موكب التطبير. أحد هؤلاء الشباب الأنيقين الذين كانوا قد لبسوا ملابس جديدة البعيدين عن أجواء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، شخص شاب طويل كان، شكله كان أنيق جدا، لبس ملابس بيضاء. طبعا تأثروا هؤلاء عندما سمعوا القضية، عندما رأى هذا الطفل والدماء جارية من أطراف وجهه تأثر كثيرا. تقدم طلب من أحد المطبرين أن يعطيه القامة. ماذا تريد أن تصنع؟ قال أريد أن أطبر. طبعا الذي لم يستعمل من قبل القامة لا يعرف، لا يعطى له القامة، لأنه قد يستعمل القامة بصورة شديدة غير طبيعية، ما أعطاه. التمسه، ترجاه، ما أعطاه، قال أنت أضرب لي. بالفعل
ضرب على رأسه ضربات بالقامة، وجرت الدماء على ملابسه البيضاء النظيفة، وصار يمشي، ترك أصدقائه، صار يمشي، ولعله حسب الظاهر ما كان شيعيا أصلا، صار يمشي مع المطبرين ينادون يا حسين، هو ينادي يا حسين، ينادون حيدر، هو ينادي حيدر. اللهم صل على هذا الشاب وغيره. والنماذج كثيرة تأثر بمنظر التطبير، ولكن منظر تطبير طفل، طفل البراءة في الطفولة، في منظر الطفل، والدماء جارية مواساة مع سيد الشهداء، مواساة مع أبناء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. هذا المنظر يترك أثرا كبيرا مهما كان القلب قاسيا. الخلاصة، الشعائر الحسينية المقدسة أيا كانت الزاوية التي تنظر إليها، إن كنت مهتما بتأثير الشعائر الحسينية على عالم الملائكة، حاول أن ترتقي بخلوص النية. إن كنت مهتما بتأثير الشعائر الحسينية على نفسك، حاول أن تشدد، أن تقوي من ممارسة الشعائر الحسينية المقدسة. إن كنت مهتما بتأثير الشعائر الحسينية على الآخرين، انتخب، اختار الشيء الذي تريد أن تنقله إلى الآخرين. أنا لا أقول تطبير الكبار لا يؤثر، لا، ولكن تركيزك يكون على تطبير الصغار، تركيزك يكون على تطبير الشيبة، أصحاب اللحى البيضاء، هذه المناظر أقوى تأثيرا في نفوس الناس من المناظر العادية وأمثالها، هذا كمثال طبعا. أختم كلامي بحديث شريف، هذا الحديث الشريف من الأحاديث الشريفة التي تبين أن الله سبحانه وتعالى يباهي بزوار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام على ملائكته. الحديث الشريف هذا أنقله لكم وأختم حديثي. هذا الحديث الشريف رواه ابن قلوي في كامل الزيارات، طبعا في البحار المجلسي ذكر هذا الحديث، الحر العاملي في الوسائل ذكر هذا الحديث الشريف. عن ذريح المحاربي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام: ما ألقى من قومي ومن بني إذا أنا أخبرتهم بما في إتيان قبر الحسين عليه السلام من الخير. مشكلة، عندي مشكلة عندما أخبر الناس، لا الناس الغرباء القريبين، لا الشيعة منهم، أخبرهم بفضل زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، يؤذونني. بين قوسين أقول: إذا أوذيت في أداء شعيرة حسينية، إذا كذبت في أداء شعيرة حسينية، لا تزعل، القضية من أيام الأئمة عليهم الصلاة والسلام. التشكيك في شعائر الحسينية ليس شيئا جديدا، التشكيك من الشيعة حسب ما يستفاد من هذه الرواية الشريفة، أن التشكيك كان من الشيعة لا من غيرهم. التشكيك من غيرهم واضح بديهي، هو يختلف معي في أصول عقيدتي، طبعا لا يقبل التشكيك من الشيعة، الإيذاء من الشيعة، تمارس شعيرة حسينية يكذبونك، عادي، شيء كان من أصول المعصومين عليهم الصلاة والسلام. هذه الشعيرة الحسينية كذائية، تلك الشعيرة الحسينية كذائية، هذا الوضع طبيعي. طوف. قلت لأبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام: ما ألقى من قومي ومن بني إذا أنا أخبرتهم بما في إتيان قبر الحسين عليه السلام من الخير، أنهم يكذبوني ويقولون إنك تكذب على جعفر بن محمد. يعني هؤلاء كانوا يعتقدون بجعفر بن محمد صلوات الله عليهما، إذا ما كان يعتقد بالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول الإمام الصادق غير معصوم عندي، لا، هؤلاء كانوا يعتقدون بالإمام الصادق. هذا الشخص ينقل لهم كلمات عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لا يتحملونها، بعض الشعائر الحسينية لا تتحمل، هو الزيارة أساسا، الزيارة قمة الشعائر الحسينية، لا تتحمل ثواب الزيارة، زيارة سيد الشهداء، هذا الثواب العظيم لا يتحمل، بعض الشيعة لا يتحمل، لا أقول عن غير الشيعة.
أنهم يكذبوني ويقولون إنك تكذب على جعفر بن محمد. شكى حاله إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: يا ذريح، دع الناس يذهبون حيث شاءوا، لا عليك بالناس، يشككون ليه يشككوا؟ التشكيك موجود، الشيطان يأمر، إبليس يأمر شياطينه بالتشكيك. انظروا الرواية موجودة في كامل الزيارات، حديث أم أيمن المفصل الذي نقلته السيدة زينب سلام الله عليها في اليوم 11 من المحرم للإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، حديث مفصل، حديث أم أيمن موجود في كامل الزيارات في غيرها أيضا من المصادر. تشكيك هذا كان موجودا. أصلا الشياطين شغلهم إحدى أعمالهم في الشيعة التشكيك في قضايا سيد الشهداء فيما يرتبط بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. يا ذريح، دع الناس يذهبون حيث شاءوا، اتركهم، يكذبونك ليه يكذبوك؟ دعهم. ثم أضاف: والإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث الشريف: والله إن الله ليباهي بزائر الحسين والوافد يفده. يباهي من؟ بالزائر والذي يفد إلى زيارة سيد الشهداء، يباهي من؟ الملائكة المقربين وحملة عرشه. اللهم صل على محمد. الملائكة كلهم مقربون، ولكن الملائكة المقربين يعني المقربون من الملائكة، من الملائكة يعني الأكثر قربا. أنت تذهب إلى زيارة المولى سيد الشهداء، الله الله يباهي بك، لا صفوف الملائكة العاديين، الملائكة المقربين وحملة العرش. تعرفون حملة العرش لهم مكانة خاصة في صفوف الملائكة. إن الله، والله إن الله ليباهي بزائر الحسين والوافد يفده، الملائكة المقربين وحملة عرشه، حتى أنه ليقول لهم، الله عز وجل يقول للملائكة: أما ترون زوار قبر الحسين؟ أتوه شوقا إليه. اسأل من أي زائر هذه الملايين التي تذهب إلى زيارة المولى سيد الشهداء؟ قل لهم: لماذا تذهبون إلى زيارة سيد الشهداء؟ هذا جوابهم، جواب كلهم. أما ترون زوار قبر الحسين أتوه شوقا إليه وإلى فاطمة بنت رسول الله؟ أما وعزتي وجلالي وعظمتي لأوجبن لهم كرامتي ولأدخلنهم جنتي. الجنة كلها جنة الله عز وجل، ولكن جنتي، اذهبوا اقرأوا في تفسير سورة الفجر: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هناك المفسرون يذكرون هذا الشيء، الشيء إذا نسبه الله سبحانه وتعالى إلى نفسه هذا تعظيم للشيء. الجنة كلها جنة الله، ولكن جنتي غير، جنتي مكان معين، مكان خاص من الجنة، مقام، مرتبة خاصة من الجنة، كما أن الخلق كلهم عبيد لله عز وجل، ولكن عبادي، العباد الذين ينسبهم الله سبحانه وتعالى إلى نفسه هم عباد بدرجة راقية. فادخلي في عبادي يعني في العباد، في كل البشر؟ لا، في العباد المقربين من الله. الجنة أيضا هكذا، جنتي غير الجنة. الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي يقول: أما وعزتي وجلالي وعظمتي لأوجبن لهم لهؤلاء الزوار كرامتي ولأدخلنهم الجنة. لا، ولأدخلنهم جنتي. إلهي جنتك أين هي؟ التي في هذا الحديث يذكر
معنى جنتي، ولأدخلنهم جنتي التي أعددتها لأوليائي ولأنبيائي ورسلي. حديثنا في هذا البعد، في هذا السؤال، كيف نؤدي الشعائر الحسينية المقدسة، حديث بدوي، بداية حديث. هذا الحديث فيه شواهد كثيرة من الروايات الشريفة، فيه مجال كبير للتوسعة في هذا البحث، وهو بحث مهم جدا. أوفق أنا أو يوفق غيري إن شاء الله تعالى للتوسع في هذا الحديث، كيف نؤدي الشعائر الحسينية المقدسة بعد أيام زيارة الأربعين. هذه الزيارة العظمى، هذه الزيارة الكبرى، هذا المجتمع، هذا المجمع الأكبر على وجه الكرة الأرضية، هذا الشيء الفريد، هذه الصورة التي لا نظير لها على وجه البسيطة طيلة أيام السنة. أسأل الله سبحانه وتعالى ببركات هذا المولى العظيم، ببركات سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، بكرامة اسمه الشريف عند الله سبحانه وتعالى، اللهم بحقه أرزقنا زيارة الحسين، اللهم بحقه أرزقنا شفاعة الحسين، اللهم بحقه أرزقنا خدمة الحسين، اللهم بحقه أرزقنا اتباع الحسين، اللهم بحق الإمام الحسين لا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة، إنك أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.